الهدنة في سوريا تنتهي دون تمديدها، وروسيا والنظام يصاعدان من القصف الجوي. السعودية تحبط مخططات إرهابية وتضبط 17 شخصا لارتباطهم بداعش. كيف هي صنوف التعذيب في سجون تنظيم داعش؟ يرويها لنا أحد الناجين في سرت الليبية. السلام عليكم وأهلا بكم إلى استوديو الآن الذي يأتيكم مباشرة من استوديوهاتنا في دبي، والبداية مع موجز لأهم وآخر الأنباء. انقضت الهدنة الأمريكية الروسية المتفق عليها لمدة 7 أيام في سوريا دون إعلان جديد من قبل الطرفين أو من قبل قوات النظام على تمديدها. وقد تخلل الأيام 7 للهدنة التي دخلت حيز التنفيذ مساء الاثنين الفائت خروقات مستمرة من قبل المدفعية لقوات الأسد وطائراته الحربية على عدد من المناطق السورية. هذا واعتبر قائد الجيش الروسي الجنرال سيرغي رودسوكوي أن الهدنة في سوريا لا معنى لها، بعدما وصفه بالانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار التي ترتكبها بحسبه الفصائل المقاتلة وعدم تعاون الولايات المتحدة. وندد الجنرال الروسي رودسوكوي بالولايات المتحدة التي لا تملك على حد قوله وسيلة فعالة للضغط على المعارضة في سوريا. وفي الشأن السوري أيضا، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن المعارضة السورية المسلحة ستحاول التقدم نحو بلدة الباب في ريف حلب الشمالي التي يسيطر عليها داعش. وأضاف أردوغان في مؤتمر صحفي عقده في اسطنبول أنه تم تطهير منطقة تبلغ مساحتها 900 كيلومتر من الإرهاب حتى الآن في إطار عملية درع الفرات، مشيرا إلى أن المنطقة الآمنة التي تقيمها تركيا على الحدود يمكن في النهاية أن تمتد على مساحة تصل إلى 5000 كيلومتر. إلى العراق المجاور، حيث ذكرت مصادر عسكرية في قيادة عمليات تحرير نينوى أن معلومات استخباراتية وصلتهم من داخل معقل داعش في الموصل تفيد بأن التنظيم كثف حواجزه الأمنية في المدينة، لا سيما في تلك الواقعة على الحدود، حدود التماس مع القوات العراقية المشتركة وقوات البشمركة. المصادر العسكرية العراقية نقلت لأخبار الآن عن شهود عيان في الموصل قولهم إن مفارز ودوريات أمنية وعسكرية انتشرت في عموم المدينة وقرب المناطق الحدودية بعد قليل من إلقاء سلاح الجو العراقي منشورات تشير إلى أن معركة التحرير قد تبدأ في الأول من شهر تشرين الأول أكتوبر المقبل. أجرى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تعديلا وزاريا شمل حقائب عدة في حكومة أحمد عبيد بن دغر، وشمل التعديل وزارات المالية والسياحة والإعلام والتعليم العالي والتربية والتعليم، إضافة إلى وزارتي الثقافة والأوقاف والإرشاد الديني. كما تقرر إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني ونقل مقره من صنعاء إلى عدن العاصمة المؤقتة وتعيين منصر صالح القعيطي محافظا له. أفادت مصادر أمريكية اليوم بأن السلطات تحقق مع طرد مشبوه عثر عليه في إحدى محطات القطارات في ولايات نيوجيرسي، حيث تلقت السلطات الأمريكية بلاغات عن وجود طرد مشبوه في حاوية نفايات بالقرب من محطة للقطارات، ما دفع الشرطة إلى تعليق حركة القطارات إلى حين الانتهاء من التحقيقات. وفي أمريكا أيضا، كشفت التحقيقات عن هوية منفذ هجوم الطعن في ولاية مينيسوتا الذي أسفر عن سقوط زهاء 8 جرحى وانتهى بقتل المهاجم برصاص الشرطة. ونقلت صحيفة ذا سن البريطانية عن مصادر في التحقيق قولها إن المهاجم هو شاب من أصول صومالية يدعى ظاهر عدن ويبلغ من العمر 22 عاما. وكان داعش قد تبنى الهجوم الذي شنه عدن داخل مركز للتسوق في مدينة سان كلاود مساء السبت، قبل أن يتمكن ضابط الشرطة خارج الخدمة من إطلاق النار عليه وقتله. قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إن القانون الفرنسي لم يكن يتضمن كلمة الإرهاب من قبل، مشيرا إلى أن الإرهاب أعلن الحرب عليهم على فرنسا منذ سنة 2012، متابعا أن العدو واحد سواء كان القاعدة أو داعش. وشدد أولاند على أن الإرهاب يحرف الدين الإسلامي ويهدف لتلويث سمعته، ومطالبا بضرورة البحث عن الحقيقة بشفافية بعد كل هجوم إرهابي.
هدد السودان بإغلاق حدوده مع جنوب السودان التي يفر عبرها اللاجئون من النزاع في حال لم تفي جوبا بالتزامها بطرد المجموعات المسلحة التي تقاتل قوات حكومة الخرطوم. ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية المقرب من السلطة عن وزير الدولة في الخارجية السودانية كمال إسماعيل قوله إن النائب الأول لدولة الجنوب تعهد لحكومة السودان بطرد الحركات من جوبا خلال 21 يوما، وإنه في حال عدم التزام حكومة جنوب السودان بهذا الاتفاق فإن الحكومة ستقوم بإغلاق الحدود معها إلى جانب إيقاف المعونات الغذائية. بدأت الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعها في نيويورك بحضور زعماء من أنحاء العالم لمناقشة كيفية التعامل مع التحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين الذين وصل عددهم إلى قرابة 65 مليون لاجئ. ومن المتوقع أن يصادق قادة على وثيقة تستهدف توحيد 193 بلدا هم أعضاء الأمم المتحدة وراء نهج أكثر تنسيقا يحمي حقوق اللاجئين والمهاجرين. تستمر فرق الإغاثة التايلاندية في البحث عن مفقودين غداة غرق سفينة كانت تقل حجاجا مسلمين أسفر عن سقوط 15 قتيلا. وكانت السفينة تقل أكثر من 100 شخص عندما غرقت بعد ظهر الأحد في مدينة أيوثايا التي تبعد حوالي ساعة عن العاصمة بانكوك إثر اصطدامها بجدار ضفة النهر. وفي الرياضة، حجزت كرواتيا مقعدها في نهائي مسابقة كأس ديفيز للتنس للمرة الأولى منذ عام 2005، وذلك بعد تقدمها على ضيفتها فرنسا ب3-1 في الدور نصف النهائي. وتلتقي كرواتيا في النهائي مع الأرجنتين التي جردت بريطانيا من اللقب بالفوز عليها في غلاسكو الاسكتلندية. أبو أحمد هو رجل إطفاء انشق عن النظام بسبب ممارساته الإرهابية وشكل فريق دفاع مدني لإنقاذ الأطفال. قصته كاملة نتابعها لكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. أعرب مسؤول تنسيق العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة ستيفن أوبراين عن أسفه وخيبته لعدم تمكن قافلة تابعة للأمم المتحدة حتى الآن من دخول سوريا والوصول إلى شرق حلب في وقت انتهت فيه الهدنة في سوريا اليوم دون مساع لتمديدها بعيد تبادل موسكو وواشنطن لاتهامات بانتهاكها. تكمل شاحنات المساعدات هذه أسبوعا كاملا على معبر باب الهوى بين سوريا وتركيا، كانت تنتظر فيه تطبيقا فعليا لاتفاق روسي أمريكي وقع في جنيف ولم يرى النور في سوريا، إذ استمرت قوات الأسد مدعومة بميليشيات إيرانية وبتنسيق روسي في الانتشار على الكاستيلو، وهو الطريق الذي نص الاتفاق على مرور المساعدات من خلاله. تمضي ساعات الاتفاق دون تطبيق، وينتقل موقف الأمم المتحدة من الأمل في وصول المساعدات إلى نحو ربع مليون محاصر في شرق حلب إلى قلق ثم خيبة أمل. شعرت بالألم وخيبة الأمل لأن قافلة تابعة للأمم المتحدة لم تعبر حتى الآن من تركيا إلى سوريا ولم تصل بسلام إلى شرق حلب. خيبة الأمل هذه تترافق مع انتهاء الهدنة منتصف ليل الاثنين دون تمديدها، وإن يقل المراقبون من تمديد هدنة لم يلتزم الطرفان الضامنان لها إنجاحها، بل وصل أمر تبادل الاتهامات بين موسكو وواشنطن إلى توتر دبلوماسي. وزارة الدفاع الروسية قالت إن الولايات المتحدة لا تعطي روسيا خطوط تواصل مع المعارضة السورية المعتدلة، وإنها أي واشنطن غير قادرة على ضمان التزام المعارضة الاتفاق. في المقابل استخدمت المندوبة الأمريكية سامانثا باور لهجة حادة تجاه روسيا ووصفت موقفها بالنفاق، كما اتهمت المندوبة الأمريكية موسكو بأنها تدافع عن الأنظمة المستبدة في العالم. لتخفق والحال هذه الهدنة في اختبار التطبيق، فيما يبقى الأمل على الصعيد السياسي
بإيجاد صيغة نظرية جديدة تنقذ الهدنة من الإخفاق التام. مشاهدينا، للحديث حول الموضوع ينضم لنا من الرياض العميد ركن أسعد الزعبي، وهو رئيس الوفد السوري المعارض والمفاوض في جنيف. أهلا ومرحبا بك سيادة العميد. يعني سيدي، ماذا يعني خرق الهدنة عسكريا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير. الواقع هناك خلط بالمصطلحات العسكرية ما بين الهدنة ووقف إطلاق النار والتهدئة وتخفيف العنف. الواقع بداية الإجراءات العسكرية الحقيقية تتمثل بعملية التهدئة وتنتهي بوقف إطلاق النار، أي يكون تهدئة ثم تخفيف عنف ثم هدنة ثم وقف إطلاق النار. يعتبر وقف إطلاق النار في هذه الحالة هو غاية، أما الهدنة والتهدئة تعتبر وسائل. ما هي الغاية أو ما هي وسيلة الهدنة التي تم اعتمادها في سوريا؟ كان الهدف منها إيصال المساعدات أو فك حصار أو إطلاق سراح معتقلين. يعني إذا كان هناك لهذه الإجراء أو هذا ما يسمى الهدنة كان هناك هدف. هل تحقق هذا الهدف؟ لم يتحقق، وأنتم تعلمون من خلال شاشتكم عرضتم أن الأمم المتحدة قالت عاجزة عن إدخال مساعدات، إذا هذه الهدنة لم تكن موجودة، لم تحقق الغاية المرجوة منها. هذا أولا. ثانيا، الحديث عن الهدنة بالتعريف أي خرق ولو كان واحد تعتبر الهدنة بمحض المنتهية تماما. نحن لسنا أمام وقف إطلاق النار، بوقف إطلاق النار يمكن أن يكون هناك اختراقات، لكن بالهدنة يجب أن لا يكون هناك أي خرق، ذلك في حال وضعت آليات حقيقية لإقامة الهدنة أو لتثبيت الهدنة، آليات مراقبة، قوات حيادية، ردع من يقوم المخالفة، أو على الأقل إبعاد نوع من الأسلحة أو إبعاد أنواع من الأسلحة. كل شيء من هذا القبيل لم يحدث، وهذا دليل على أن هذه الهدنة كانت عبارة عن عملية فارغة من محتواها وعبارة عن عملية خدعة كذبة يعني أنشاها الروس الأمريكان. أولا، الروس كان لهم غاية تحقيق مآرب للنظام، تقدمات، نجاحات عسكرية بعد فشله، والأمريكان لهم من ذلك ربما شهرة إعلامية ليقولوا أمام العالم أنهم بدأوا يعملون أو يبيضون صفحة أوباما. وعلى عكس ما تدعي روسيا، أنتم كمعارضة يعني تؤكدون وقوفكم إلى جانب هذه الهدنة والتزامكم بوقف أي أعمال قتالية لحين انقضاء مدة الهدنة، على عكس ما تحدثت روسيا عن خروقات من جانب المعارضة. نحن المطالبين بالهدنة، نحن العاملين على ضرورة أن يكون هناك هدنة، لأننا نشعر بآلام شعبنا ونشعر بالمآسي التي يتعرض شعبنا، ونريد أن نوقف القتل والدمار على كل الشعب السوري، ليس فقط على الشريحة المعارضة، إطلاقا على كل الشعب السوري. لا نريد تدمير ما بقي من سوريا العربية، لا نريد أن تدمير قتل ما بقي من الشعب السوري، يكفي اللجوء والنزوح يعني أمام مرأة العالم. ولذلك نحن حريصين على تثبيت الهدنة وحريصين على إقامة الهدنة، ولكن النظام الكاذب والنظام الروسي الأكذب منه كانوا يلعبون على وتر الهدنة من أجل تمرير مشاريع وإعادة يعني ربما يقال إعادة تموضع لقوات النظام، والدليل أن قوات النظام نفذت أكثر من 11 هجوم في مناطق مختلفة من مشروع 1070 شقة بحلب، منطقة حوش نصري بالغوطة الشرقية، جوبر، في مناطق كثيرة النظام لجأ لتنفيذ هجومات من خلال الهدنة. سيد الزعبي، كيف تنظر المعارضة السورية للتجاذبات في التصريحات ما بين روسيا والولايات المتحدة؟ دعني أجيبك بشفافية أخي الكريم. يعني عندما يتحدث الروس أنهم يتهمون الأمريكان بأنهم السبب في خرق الهدنة، وعندما يتحدث الأمريكان أن الروس غير جادين وبالتالي يتبادل كل الطرفين أن هذا كاذب وذلك كاذب وهذه لا ثقة فيه، أعتقد هذا يشير تماما إلى أنه إما أن هناك اتفاقا قذرا بمعنى تدمير ما بقي من سوريا وربما تشتيت كل المنطقة من العراق إلى لبنان، أو ربما يعني كلا الطرفين كاذب، لا يوجد اتفاق بينهما. الاتفاق الوحيد الذي اتفقوا عليه هو تقسيم سوريا والحفاظ على نظام يعني الفجور والعور، نظام بشار الأسد. لذلك عندما ننظر لحقيقة ننظر بقلق، يعني تماما كما ينظر إليها أصدقاء الشعب السوري فرنسا وبريطانيا وألمانيا. إذا كان هؤلاء ينظرون إليه بقلق، فما شأننا نحن؟ يعني كيف يكون تكون نظرة الشعب السوري إلى هذا الاتفاق؟ نعم. طيب، يعني المعارضة المسلحة الآن وهي تنظر إلى كل هذه الخروقات منذ بداية الهدنة، كيف سترد؟
الواقع كما ذكرت لك يعني الفصائل كانت حريصة كل الحرص على أن يكون هناك هدنة حقيقية، لأننا نريد السلام لشعبنا، لأننا نريد الهدوء. يريد المواطن السوري أن ينعم بعد 6 سنوات من الحصار والقتل والدمار، يريد أن ينعم بساعة واحدة يستطيع أن يتناول فيه وجبة غذائه، أو يستطيع أن يتنفس الهواء خارج الملاجئ والأقبية. لكن النظام رفض ذلك، ومنذ البداية يعني كنا نعلم تماما أن النظام كاذب في هذه القضية، غير جاد، وحتى نظام روسي خادع. ولذلك كان هناك نوع من الاستعداد أننا نتريث في الجواب، نتريث في الإجابة. لكن أعتقد الآن بلغ السيل الزبا، من المفترض أن يقوم الجيش الحر بالرد المناسب على كل مناطق النظام، وهنا أقصد مناطق نظام الموالية، وليست فقط مناطق نظام المسيطر عليها من قبل النظام، إنما الموالية، كي يشعر هؤلاء بما يشعر فيه أهلنا في سوريا، كي يكونوا جزء من هذه المأساة التي نعاني منها، كي يشعروا بمآسي إخوتهم الذين نسوهم من خلال دخول إيران وروسيا وشراءهم لهؤلاء الرجال أو هؤلاء الأشخاص الذين كانوا يعتبرون أنفسهم قبل قليل أفرادا من سوريا. أنا أشكرك شكرا جزيلا. كنت معنا من الرياض العميد ركن أسعد الزعبي، رئيس الوفد السوري المعارض والمفاوض في جنيف، شكرا لك. أبو أحمد أحد رجال الإطفاء فقد ابنه في قصف لقوات الأسد على بلدة تل شهاب بريف درعا الغربي، مما اضطره للانشقاق عن فوج الإطفاء الذي كان يتبع النظام، وقام بتشكيل دفاع مدني لخدمة الثورة وإنقاذ الأبرياء. نتابع قصته في التقرير التالي. أنا محمد بقيرات، محافظة درعا. أنا مدير الدفاع المدني بالمنطقة الغربية بمحافظة درعا. كنت عنصر إطفاء فوج الإطفاء بدرعا طبعا. انشقيت من أول أحداث بسبب ممارسات النظام الإرهابي في محافظة درعا، والسبب الرئيسي اللي خلاني انشق هو استشهاد ابني اللي مات قدامي جراء قذيفة هاون انطلقت من درعا على بيتي بتل شاب، واستشهد ابني على أثرها. أنا كنت عنصر إطفاء، اللي شفته أنا من النظام أن النظام كان يحاول يمنعنا من أنه نساعد المدنيين، كان بس يخلينا نطلع نساعد بس اللي موجودين بمناطق النظام والعسكريين فقط لا غير. انشقيت عن النظام وطلعت، وبعد ما استشهد ابني طبعا ابني مات قدامي، ما قدرت اسوي له شيء. هذا الشيء ألمني واثر فيه كثير، لانه مات قدامي وعم ينزف ومش قادر، ما فيش عندي طريقه ولا بقدر اعرف شلون بدي انقذه. هذا خلاني وشجعني اني اساعد بتشكيل الدفاع المدني في محافظه درعا. كان هدفي اكثر شيء اني اساعد الاطفال اللي ما لهم ذنب بهالحرب، الأطفال اللي كان ذنبهم إنهم بس موجودين المناطق المحررة. النظام عم يقصف بشكل همجي على كل المناطق، اللي قاعدين يموتوا أكثرتهم المدنيين هم الأطفال. الأطفال اللي هم أصلاً هم الحلم تبعنا، هم سوريا الجديدة. طبعاً يوم ما أنقذ طفل بحس إنه أنقذت ابني، بحس إنه ابني رجع لحضني، رجع للحياة لعندي، بحسه صار يفتل حوالي. طبعاً هذا الشيء أنا بحس فيه كل ما أنقذ طفل أو كل ما أشوف طفل بموت، بحس إنه هذا طفل هو طفلي اللي قاعد بموت. ابني هذا اللي استشهد كان يبيع ورد، أنا بحب بيوم الأيام تكون سوريا كلها مزروعة بالورد، بحب كل الأطفال تلعب بالورد مو بالسلاح، بحب سوريا كلها تكون خضرة، بحب يكون الأمل بالأطفال هذول اللي يعيشوا لقدام. نجحت المملكة العربية السعودية في إحباط هجمات كانت تخطط لها شبكة إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش، أرادت استهداف مدنيين وعلماء ورجال أمن ومنشآت حيوية من خلالها. وأوضح المتحدث الأمني في وزارة الداخلية السعودية أن الجهات الأمنية تمكنت على مراحل استمرت لعدة أشهر من إحباط عمليات إرهابية كلفت بتنفيذها شبكة إرهابية مكونة من 3 خلايا عنقودية ترتبط بداعش. في عملية أمنية امتدت لعدة شهور، تمكنت الجهات الأمنية بتوفيق الله تعالى من إحباط 4 عمليات إرهابية وضبط شبكة مؤلفة من 3 خلايا عنقودية تتبع لتنظيم داعش الإرهابي، وتنشط في ضمن مخطط يدار من مناطق الصراع لاستهداف مواطنين وعلماء ورجال أمن ومنشآت أمنية واقتصادية وعسكرية في مواقع مختلفة من المملكة. بلغ عدد عناصر الشبكة الإرهابية 17 شخصا، بينهم امرأة واحدة، وجميعهم سعوديين باستثناء 3، أحدهم يمني والآخرين واحد فلسطيني والآخر مصري الجنسية. هذه الشبكة الحقيقة تمكنت من جمع أموال كبيرة لتمويل العمل الإرهابي، وأيضا
بناء قدرات ذاتية لإعداد وتجهيز الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة ومن بينها عبوات لاصقة، وتوفير الخلائط اللازمة لذلك لاستخدامها طبعا في عملياتهم الإجرامية المختلفة. للحديث حول الموضوع ينضم لنا عبر الهاتف من الرياض الدكتور محمد آل زلفى، عضو مجلس الشورى السعودي سابقا. أهلا ومرحبا بك دكتور. دكتور، جهود كبيرة تبذلها المملكة لمكافحة الإرهاب، وهي من الداعمين دائما لأي مبادرة دولية في هذا المجال، لكن الآن الإرهاب يتربص بالمملكة من الداخل، كيف ترى هذه الجهود؟ بكل تأكيد المملكة العربية السعودية تتعرض منذ فترة طويلة لمحاولات إرهابية، وهناك قوى ومنظمات وربما قوى استخبارية تتبع لبعض الدول الذين يريدون إلحاق الضرر بالأمن والاستقرار في المملكة العربية السعودية. ولكن رجال الأمن في المملكة العربية السعودية وموقف الحكومة السعودية الصارم من مكافحة الإرهاب بكل أشكاله، سواء ذلك الإرهاب الذي ينشط داخل المملكة ومدعوم بمن يغذيه من خارج المملكة، ولكن خابت آمالهم. والمملكة العربية السعودية تثبت للعالم إنها دولة مستهدفة للإرهاب ودولة قوية لمحاربة الإرهاب في كل مكان، وسخرت كل جهودها من أجل محاربة الإرهاب ليس في بلادها فقط إنما في كل بقعة من بقاع العالم. نعم. طيب دكتور، ما هي أبرز التحديات الأمنية التي تواجهها المملكة في هذا الوقت؟ هم أولئك الذين يهددون أمنها، سواء الإرهابيين أو قوى إقليمية تحاول أن تزعزع الأمن والاستقرار في المملكة، ولعل محاولات تلك القوى الإقليمية هي محاولات يائسة حتى في الأراضي المقدسة إبان فترة الحج. ولكن يقظت المملكة العربية السعودية لمحاربة الإرهاب وتتبعه والقضاء عليه وحماية مواطنيها وحماية أيضا استقرار المنطقة. ولذلك المملكة العربية السعودية أول دولة داعمة لإنشاء مراكز دولية لمحاربة الإرهاب، وأيضا أول دولة تعطي المثل على أنها تواجه الإرهاب أو الإرهاب يحاول تقويض الأمن في المملكة، ولكنها تعمل بكل قوة لمحاربة الإرهاب على بلادها، وأثبتت العالم أنها مدرسة عظيمة لمحاربة الإرهاب، وتعطي دليل قاطع على أولئك الذين يقولون أن المملكة هي من قوة داعمة للإرهاب، ومن الكلام الذي يروجه أعداء المملكة في كثير من المناطق وفي كثير من المحافل الدولية. طيب دكتور، إلى أي درجة أثبت انقضاء موسم الحج دون تسجيل أي حادث حجم التنسيق والعمل الذي بذل خاصة من الجانب الأمني على الأرض؟ هذا هو دليل آخر وقاطع على أن من يحاول الإضرار بالأمن في المملكة والإضرار بالأمن في الأراضي المقدسة وفي أيام عظيمة من تاريخ المسلمين، أثبتت المملكة بكل ما تملكه من قوة ومن حقها أن تحمي مواطنيها وتحمي الحجاج وتحمي المسلمين في كل مكان، أثبتت لأولئك الذين يراهنون على إشاعة الفوضى في مثل هذه المناطق وفي مثل هذه المواسم. الحج لهذا العام أثبت بكل جدارة قدرة المملكة على محاربة الإرهاب، وأيضا كشف أولئك الذين يحاولون يستغلوا مثل هذه المناسبات لإثارة الفتن وإثارة المشاكل. حينما غابوا كان الحج آمنا والبلاد مستقرة والحجاج أدوا فرائضهم وعادوا إلى بلادهم سالمين غانمين. إذن على العالم أن يتنبه إلى أولئك الذين لا وظيفة لهم في العالم إلا إثارة الفتن وخلق المشاكل وبؤر الخلاف وبؤر الصراع ومن ثم تأجيج الإرهاب. أنا أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض الدكتور محمد آل زلفى، عضو مجلس الشورى السعودي سابقا.
نتابع معكم حيث قال مسؤولون عسكريون سعوديون إن حدود المملكة مع اليمن آمنة. جاء ذلك بينما كان أفراد من القوات الخاصة والجيش ينظمون دوريات على الحدود في منطقة جازان جنوب المملكة، وغالبا ما تصد الدفاعات السعودية محاولات تسلل للانقلابيين من اليمن، كما تعترض صواريخ باليستية يطلقها المتمردون تجاه مدن سعودية. أيام الماضية تعرضت القطاع عندنا إلى هجوم من قبل الميليشيات الحوثية وأتباع مخلوع صالح، وبفضل من الله سبحانه وتعالى وبفضل أسود الملك سلمان حماة الوطن تم صد هذا الهجوم وتكبيت العدو الخسائر في الأرواح والمعدات، والآن الحدود آمنة والمناطق كلها آمنة لك الحمد. بالنسبة للاشتباكات مع العدو، هي اشتباكات مدروسة وعلى أهداف عسكرية معينة معروفة لدى القيادة العليا، ولن يكون أي استهداف لمدنيين أو أهداف مثلا لمستشفيات أو مدارس أو منازل مدنيين ليس لهم علاقة بالمخلوع صالح. مستمرون معكم في استوديو الآن، وبعد الفاصل نتابع. بعد رفع ما خلفته المعارك ووسط إجراءات أمنية مشددة، نازحو الفلوجة يعودون إلى مدينتهم بعد نزوح دام لأكثر من عامين. أهلا بكم من جديد. تماما كالعديد من البلدان الأخرى، سافر مواطنون ألبان إلى سوريا للانضمام إلى صفوف الجماعات المتطرفة. ألبانيا الدولة الأوروبية ذات الأغلبية المسلمة صدرت نحو 100 مقاتل إلى تنظيمي داعش والنصرة في سوريا، 8 منهم أصلهم من قرية ليشنسي الواقعة على بعد 100 كيلومتر جنوب شرق العاصمة تيرانا. مفادتنا جنان موسى زارت القرية وأعدت التقرير التالي. ليشنسي قرية صغيرة في ألبانيا، مسجدها صغير، بيوتها متواضعة، يعيش هنا قرابة 1000 نسمة. إيقاع الحياة فيها بطيء، لكنها قرية مشهورة إن صح التعبير، لأنها المكان الذي صدر أكبر عدد من الألبان إلى داعش. انظروا إلى هذه القرية، إنها صغيرة بعيدة كل البعد عن سوريا. الجميع هنا يعرف بعضه البعض، إذ أن عدد السكان يبلغ حوالي 1000 شخص، لكن عوامل عديدة منها الفقر والإنترنت وتجنيد الإمام السابق لهذا المسجد للشبان في القرية دفعت 8 أشخاص للالتحاق بداعش في سوريا. الشخص الرئيس الذي جند شبان القرية للالتحاق بداعش يدعى المير داتسي، كان إمام مسجد القرية، وعندما غادر مع زوجته وأطفاله إلى سوريا أصبح أميراً ضمن صفوف داعش، ويعد أهم مواطن ألباني في التنظيم. يعتقد أهل القرية بأن المير داتسي قتل في سوريا، لكن قناة الآن لم تتيقن بعد من صحة هذا الاعتقاد حتى بعد زيارتنا والده في القرية، والذي تحدث إلينا على مضض. لا نعرف عنه شيئا، لا نعلم إن كان قد عاد إلى زوجته على قيد الحياة، ولا نعلم إن كان ميتا. لا أعلم، عندما تحدثت معنا زوجته قالت فقط إنه قتل، ولكنها لم تعطينا تفاصيل إضافية. أنا حزين، أنا والده في نهاية الأمر، لا أستطيع أن أقول أكثر، ولكن إن كانت بحوزتكم معلومات إضافية عنه أرجوكم أخبروني. في هذا المجتمع الصغير من السهل لقاء أقارب الأفراد الذين انضموا إلى داعش وأسرهم. أعرف بعض الأشخاص الذين ذهبوا إلى سوريا، أحدهم كان قريبي والآخرين من سكان القرية. أخبرونا أن 2 من الشبان الذين ذهبوا قتلوا هناك. أشعر بالأسف عليهم، ولكن لا يمكنني أن أفعل شيئا. من أراد الذهاب ذهب بمحض إرادته، لم يجبرهم أحدا على الذهاب، هم أخذوا قرارهم وهذا شأنهم وحدهم. ماذا أستطيع أن أقول أكثر؟
في بلدة بوغراداتش القريبة دان المفتي بأشد العبارات: ذهب الشبان الألبان إلى سوريا. من ذهب إلى سوريا ليس مسلما، إنهم ليسوا مسلمين، لا يتحمل المجتمع المسلم أو منطقة بوغراديتش أي مسؤولية عن أفعالهم، لأنهم ليسوا جزءا من الإسلام. لن تعيد هذه الإدانات ابن هذه العائلة التي عصف بها وما زال حتى اليوم نبأ انضمام ولدها إلى داعش، فقد كان يعمل في اليونان بطريقة غير قانونية مستخدما جوازات سفر بأسماء مختلفة، لكنه فجأة اتصل بأسرته ليقول إنه في سوريا، وهذا ما أثار غضب والده العاجز عن تحمل ما حدث. ما الذي يجب أن يحدث للشخص الذي جند ابني؟ لا أدري، يجب قتله رميا بالرصاص. لم يكذب فقط على ابني، إنما على الآخرين أيضا. سألته عن أسباب ذهاب ابنه إلى سوريا. اسمعي، ابني كان يعمل في اليونان، عمل هناك لمدة 3 أعوام، القرية كلها تعرفه، كان يعمل بجد، انظري، بنى هذا المنزل، لم يذهب لأنه بحاجة للمال، وضعه المادي كان جيدا، لقد خدعوه، لا أريد سوى سماع صوته. لا يستطيع أن يسامح إمام المسجد المير داتسي الذي يتهمه بتجنيد ابنه، ولا يمكن له أن يسامح ولده أيضا إن كانت يداه ملطختين بالدماء. ابني ليس سيئا، لا يمكن له أن يقتل أحدا، إن كانت يداه ملطختان بالدماء سأتوقف عن البحث عنه ويجب أن يقتل، لكنه ليس كذلك، القرية تعرفه، لقد خدعوه. في هذه القرية وبالرغم من بعدها آلافا من الكيلومترات عن سوريا يعيش سكانها الحرب السورية بأدق التفاصيل. جنان موسى، أخبار الآن من قرية لشنيتسة ألبانيا. في لقاء حصري لأخبار الآن مع أحد الناجين من سجون داعش في مدينة سرتا الليبية، كشف لنا الحياة التي يعيشها الأسرى داخل السجون السرية وأنواع التعذيب الجسدي والنفسي الذي يتعرضون له، فضلا عن الخوف الذي يرافقهم طيلة فترة الأسرة. المزيد مع الزميل جمال العريبي. تصنف السجون السرية لداعش على أنها من أكثر السجون ترويعا في العالم بحسب ناجين تحدثوا لأخبار الآن عن أساليب التعذيب، فضلا عن إيهام المعتقلين باستمرار أن أيامهم باتت معدودة. التقينا أحد الناجين من سجن الحسبة بسرت فضل عدم ذكر اسمه وتغطية وجهه خوفا من الانتقام من أفراد عائلته بسرت. تحدث لنا عن سبب اعتقاله في مستشفى ابن سيناء وسط سرت، وكيف وجهت له تهمة الجوسسة والعمل لصالح قوات البنيان المرصوص، ليجد نفسه بين الغرف السوداء التابعة لداعش. أنا مسكوني في مستشفى ابن سينا بحجة أنني جاسوس للبنيان المرصوص، وأنني نخرج سيارة مرتد أو أني مرتد، وبعدها يعني رفعوني لديوان الحسبة، حبسوني يوم، وبعدها جو يعني حققوا معي، قاموا بضربي ولطمي على الوجه، يعني وهم يدعوا الدين، وفي حديث يعني لرسول الله عليه الصلاة والسلام ينهى عن اللطم على الوجه، فهذه خصال يعني المفروض تكون للمسلم وهم يدعوا الإسلام. قاموا بتجميع يعني معاش الناس هذي، يقعدوا يجمعوا في المساجين مع بعضهم، رفعوني أني والمساجين اللي معي اللي سجن المحكمة، رفعوني لسجن المحكمة ومكثت في سجن المحكمة ورينا.